ഉണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു സബർ നൽകട്ടെ. വൈല ഹളത്തുൽ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ثم الى حضرات اهل الخير كلهم اجمعين الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغدا ومن الرزق أوسعا ومن اللطف أنفعا ومن الإنعام أعمى ومن الإحسان أتمى اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا وصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا اجعل التقوى زادنا اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا فإن عليك توكلنا واعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذينا من الدين والمظالم والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من آفات الدارين اللهم طول أعمارنا على طاعتك وعلى خدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فقضها يا قاضي الحاجات وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض ربنا تقبل منا دعاءنا
ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب